طيب يا جماعة الخير، في حالكم؟ شخباركم؟ طيبين ان شاء الله. والله العظيم اني تعب. شكرا على الناس اللي جوني في الخاص من المقطع الاول بخصوص ان حنا حابين نفك الشفرات الجاي. ممكن الحين في ناس قاعدة تسمعني ما تدري وش السالفة راح تفهمها في المقطع الاول. لازم تتابع المقطع الاول عشان تفهم سالفة المقطع هذا. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، انزل تحت اضغط على زر اللايك اذا انت ما اشتركت. باقينا شوي ونوصل 100,000 متابع، واذا عدد كريم ابن كريم خذ المقطع هذا وانشره عند اخوياك. الرسالة هذه حرفيا غامضة بشكل مرة كبير. أول شيء راح أسويه راح أرسل للمتابعين اللي قالوا أسامة إحنا راح نساعدك. هذول ناس أتوقع إني راح أعتمد عليهم واجد حرفيا، لأنهم كثير يسولفون معي في الخاص يقولون أسامة ممكن الناس هذول يبغون يسوون كذا، ممكن هذول يبغون يقلدون مسلسل، ممكن هذول في راسهم شيء، ممكن هذول يضرونك ممكن ينفعونك. حنا راح نخوض التجربة هذه كلها. أنا أمنيتي بس أعرف الشخص اللي يبي يتحداني، ودي أشوف وجهه، ودي أشوف من اللي ساعده، ودي اعرف من اللي علم موقع بيت مودي. هو مودي ما يعرف موقع بيتنا، متخيلين؟ انا جاني تحليل في البدايه قلت ممكن عرفه موقع بيتنا من المتجر حقي، لانك اذا جيت تطلب من المتجر حق الجفيول يعطيك الموقع اللي طلعت منه الشحنه. قلت ممكن عرفه موقع بيتنا من هذا المكان. قمت جمعت كل الاسماء اللي موجوده هناك، جمعت ارقامهم خليتها على جنب. قلت ممكن في طلب، هذا طلب تعنيا، ممكن انه طلب شيء بسيط، بحثت حوالي ممكن 8 وطلبوا من كواب وظروف، ممكن انه من هذول الناس. كان مقصده بس انه يبعد شبهات ويعرف موقفنا حنا. المهم علينا، اليوم راح نشوف الرسالة الثانية. الرسالة الثانية جماعة الخير ما فهمت منها ولا شيء. راح تطلع لكم الآن على الشاشة برج وفلوس وباركينج وبنك وملاهي. البرج والفلوس والباركينج هذه محطوط عليها سهم، كنا يقصد ان هذا المكان اللي ابغاك تركز عليه. وانا ايش راح اسوي الآن؟ راح ارسل للمتابعين اللي جوني من المقطع الاول سناب وفي الانستغرام وفي تويتر، راح ارسل لهم الصورة بقول تفضلوا اعطونا تحليلات من عندك. نبدأ الآن نجرب نرسل للناس. هذا واحد من الناس اللي يبغى يساعدنا. سله نخلص الناس كلها. اوكي خلصنا من الناس اللي شاركوا معنا، الحين راح نبحث حنا وراح ننتظر ردهم اهم. وهذا بوست راح ننزل ستوري في الانستغرام نخلي الناس كلها تشارك. طبعا اذا كتبت البوست هذا ما تدري ايش السالفه، اكيد ما يعرفون الا الناس اللي يتابعوني في اليوتيوب. والله العظيم مخي انعصر لدرجه ما تتوقعونها، بس اللي جاء في راسي ان هذا اللي في النص راح يطلع لكم على الشاشه انه طريق. هذا اللي فهمت، فلوس وبرج وبارك. اي ام سي اوكي. لا هذه المجمعة AMC، هذه AMC 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 وبرج البنك. اي والله هذه خريطة، المقصد فيها ان هذه خريطة يا جماعة الخير. ما ادري صوتي هنا كويس او لا، بس المقصد انه هو خريطة، ان هذا الشيء خريطة يا عيال. هذا اللوكيشن تشوفون اللي هنا تحت، ان هذا كله خريطة ويقصدون في AMC. شوفوها هذه وينها؟ هذا برج مصرف الراجحي للإدارة، هذا هو بنك AMC. طيب الفلوس تصرف هنا ممكن في المكان هذا، وبرج بس هنا ما في برج. هذه AMC تمام. نحط الخريطة على نفس الطريق كذا تطلع الخريطة. كذا AMC هنا وهذا الطريق. فلوس لا بنك الأهلي، لو ذا بيحط لنا بنك. مركز ملك عبد الله المالي. اوكي مركز الملك، برج المالية. والله اني توني افهمها، برج المالية وAMC. هذه AMC والباركينج، يعني المقصد يا جماعة الخير الباركينج. ثواني اوكي، بس الملاهي الوينترلاند. اوكي وينترلاند. اوكي اول حل كان سهل، بس وش يحترينا الحين في الباركينج؟ وش يحترينا في الباركينج؟ توقع في شيء غريب في الباركينج. السلام عليكم يا جماعه الخير. نيان خالد. نيان لا يا خالد. طيب كيف حالكم يا جماعه الخير؟ طيبين؟ اليوم انا وبدران. وين في؟ في المدينه الماليه. طبعا بدران من الكويت ما يدري، ما اعرف ولا شيء. طيب اليوم وصلنا لهذا المكان، نبحث عن ايش؟ نبحث عن هذا الشيء. بعد ما وصلنا لتحليلات كثيرة قررنا نبحث. الحين بنروح المواقف، انا وبدران المواقف مو كبيرة. طبعا نسيت اقول لكم ان المكونات اللي اعطوني اياها مفتاح ورقة، بس مع الحماس ذكرت لكم او على طول حللت الورقة. بعد الكبيرة، تعالوا معنا.
سين سؤال، كم فيه جزء للمواقف؟ هيه قد رحت دبي؟ ايه دبي مول؟ اوه والله كبير. طيب سين، عرفنا شنو نوع السيارة من المفتاح؟ دوج. ما ندري شنو نوعها بس مو قديمة طبعا، اكيد جديدة. احنا ريموت مو موضح لنا بالصورة. كان المواقف ما في شيء. كلش مرة ما في شيء، مرة ما في أي شيء. صغير شيء ترى، يمكن أقولك شيء، يمكن ندور ما ندري هو في المواقف ولا يمكن كل تحليلاتنا غلط. نظام مقالب حركات. قسم بالله شايفني طيب، ترى والله متمرن ورجول وما فيني خيل. لا 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 زلي زلي. يلا مشينا. فتعالوا يا جماعة. طبعا بدران يا جماعة الخير يحصل مواقف قريبة. والله إني ما أدري، والله إني محيوس بس أنا متحمس يا أخي. انا هذه سياره احلامي بس موديل السنه، مو طبعا مو يعني قديمه بس. الريموت خلينا نشوف ملموس واجد، ما ادري دقيقه نور بالله نشوف الريموت قد مرسوم عليه قديمه. طيب ايه اخر مره ركبت دوج انا تدري متى؟ متى؟ يمكن قبل 7 سنوات. اي والله ما كان مفتاحها كذي قبل 7 سنوات. لا بدران هذه ايه امسي يب بس معي الفوكس. الكلام واضح وبدينا نفهم الموضوع. ندخل ام سي وين مصافطها؟ المواقف حقتها صادق. تعال 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 تعال. الله سينما نك يما يا ساتر. بدران نظري مين يسار؟ بيوار. شوف نظام تفاجئني جاي قسم بالله. لا والله يا بدران نظرك بكبر المواقف هذه. والله في بعد. اي والله خلنا نطلع من هنا. ترى بنضيع سيارتنا. لا 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 الموضوع سهل. دوج اضغط بالريموت. لا والله توقع يدك مو مباركة. عطني يدك مباركة. امسك صورني لو سمحت. يلا الشاشة تطفي عادي صح؟ لا طفت. لا هذه لا تخسي والله تحداك. شغل قرب يمكن مفتاح قديم لانها. متاكد؟ والله مو يعني معقوله نفس هذه مثلا؟ بعدين فيها ثوب. لا فيها ثوب. صح. ترى مواقف كبيره يا اخي. انا في ادوار ولا شنو؟ ولا هي كذي بس طويله؟ ماكو فاضي هني مسكر. ارجع. لا من هنا. يلا ضاتي زين الحين يعني بس انه المكان ما في ليتا. تعال عند اللمبه ذي. تعال هذه اللمبه. بقول شيء. اسلم. مستحيل انه يخليني احل اللغز كذا بهالسهوله. مستحيل 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 مستحيل. مو طبيعي انه يحط السياره كذا يلا خذها. مستحيل والله العظيم. اعرف انا الكاعات وما اعرف ام سينما. طيب سؤال يطرح نفسه، كم في دور للمواقف هذه؟ ثلاثة. ترى اول مرقينا 1 2 وفي ثالث تحت هناك في مكان. اي وكبير المواقف كبيره. تكفى ترى والله متمرن رجول ولا فين حيل امشي. والله دور ما لي شغل فيك. والله يا جماعة الخير والله تعبنا. كم لنا نمشي؟ والله تعب. نص ساعة. كيف مطولنا؟ المشكلة مو مين، الحمد لله ما في زحمة. ايه بنرجع من ورا، بنلف من ورا هناك. ها ايه اللي يكون معاهم السبير نروح نسألهم؟ لا 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 نسألهم. لا 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 والله ما لهم دخل. مستحيل يا ولد. دوج نفسي يمكن يتخيل اللي راح تعيش. اضغط جرب قفل عليه. قفل شغلتها. لا مو أنا. أما أنا قاعد أقفل. هذه ودي فيها والله. يا رب اضغط الريموت يبي تشتغل. دوج. يلا يا رب يرزق كل المتابعين يشوفون. وين الهرن؟ الهرن وينه؟ وش هرن يعني؟ طار مدي حقين الدوج ورمتهم. جد والله مستحيل. قلت لك جايبها وقسم بالله جايبك بهوندا 2014. اجيب لك ذي ليه؟ ما شاء الله. بدران تعال قدام. تعال ها سيارة احلامي. المس حارة. اح والله حارة. تعال خلينا نشوف داخل. كل شيء بعد في ريموت. ريموت لا شو نسوي؟ شوف فتش عدل. شوف هني اضرب اي شيء. هي هذه بس شنو هي هذه؟ اي والله هي مفتحة اكيد هي. طيب شوف ورا فوق 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 هني. شنو لقيت؟
وسخ وسخ. بس دين اتوقع قل تحريات سامو ايش تقول؟ شنو؟ ان في لوكيشن في الماب هذا بصور سياره. ايوه هنا هذا في لوكيشن محفوظ يودينا عند ناس اتوقع. لا مستحيل سياره طافيه مستحيل. لا 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 اكيد اكيد في لوكيشن. احط في المكيف معليش كيف شغله؟ انا عند اخوي هذا كذي كذي طلعنا وين اللوكيشن؟ لعبت بام السياره. والله ما اعرف ما عليك من المكيف. دقيقه نافي اسمه نافي اتوقع. طيب سكر الباب خلينا نشوف. جي بي اس ان حبيبي هذا شغل هاكر. هذا ايش؟ لا لا خرابيط خلينا نطلع منها كل تعريف. والله ما ادري كيف نطلع يا الربع. ترى احنا مراعين السيارات هذه. طيب الحين لقينا الرساله بس والله العظيم اني ماني فاهم ولا شيء. وش الحل؟ عندي الحل. وش؟ ابي اروح اتعشى ميت من الجوع. والله اتكلم جد سياره وخذيناها تقطن الحين وين؟ هذا هو النقطه تقطن على سيارتك باخذها والحق. السيارة هذه والله تقعد عندنا لين ما يجي راعيها. من الحين اقول لك راح ناخذها والله. مفتاح سيارة حاطنا والله ناخذها. هذه النقطة، النقطة الثانية نتعشى، النقطة الثالثة بصور فيها مقطع والله. والله ما ترجع له بصور فيها. يلا يلا بس. مفتاح بس. الظرف وصل مين؟ وصلك. خلاص مع السلامة. بس انا جايك زين. يلا مشينا. تم مشينا الوطن. ايه بدران والله صدق. والله. هذه كد. ليه؟ جد؟ شفت؟ والله جد. احذفها اسامه ذي في المونتاج. احذفها بتران. ايش نسوي فيه؟ والله ما عندي علم نهائيا. سياره جتني سياره احلامي بس مو نفس الموديل هذا. سياره احلامي جتني بنفر فيها باللفلف. يمكن يجيك ظرف ثاني بس خله يرسل الظرف وين؟ للمكان اللي جاك فيه الخرج وانت قاعد عندي بالرياض. خله يخيس الظرف هناك والسياره عندنا. والله ما في غير الحل هذا. ما ندري عن الرجال سالفته. يا ابوي لا يقولون سارق السياره يوقفني دوريه. الو هني الخوف. والله صدق اتكلم ترى. والله والله صدق لو حبيبي جايك من الكويت ما تنكبني بسرقه سياره. والله العظيم مقالبك هاي ترى ما احبها انا. قسم بالله وقفني قال طيب هاي السياره مو لك يلا انزل اركب سجن. والله مو مقلب والله اتكلم جد. والله شو نسوي اجل؟ ايه والله هذه يمكن هذه ما تنزل ترى صدق اتكلم. لو وقفنا شرطي الحين قال سلام هلا والله حياك الله انزل حبيبي. شو اسمك انت؟ ديوار. طيب يلا كل زق وركب هذا بدران. يلا كل زق وركب. سارقين سياره والله مو سارقين. كل شيء موثق. موثق ما ننتظره ولا ايش؟ نوقف هنا يجينا. ننتظر المتى يا حبيبي؟ الساعة كم الحين؟ الساعة 9:30؟ والله ما يجوع والله. خلاص عندي الحل. نخليها تولي. والله ما خليها. يا ولد نركب سيارة. والله ايك وش أول عرض فيها؟ وشو؟ بنزيمها. الربع الهندا ما فيها بنزيم. والله اللي لقيتها. ما نصور مقطعك. نتعشى ونرجع. اهم شيء استانسنا فيه. خلنا ناخذ فره اجل. انا في النهايه كنت احسب ان الموضوع راح ينتهي عند السياره ويتصل علينا شخص ويقول رجعوا السياره وحطوها في مكان راح نجي ناخذها. بعد مرور ممكن ساعتين او 3 ساعات وحنا قاعدين ندور بالسياره جاني اتصال من شخص مجهول.